بعد توجيهنا بتولي منصب مدير بلدية الزبير من قبل السيد المحافظ المحترم المهندس أسعد العيداني وتوجيه السيد مدير بلديات السيد هيثم علي صدخان بالمباشرة بإدارة بلدية الزبير خلال فترة الست أشهر للاطلاع على الواقع الخدمي في داخل بلدية الزبير، باشرنا بالعمل وإن شاء الله طلعنا على بعض المعوقات الموجودة في العمل من قبل عمال وآليات ومحطة وسطية وطمر صحي. سأتم بتوضيح كل فقرة على حدة. اليوم قضاء الزبير من الأقضية الكبيرة التي تحتاج إلى دعم من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية. قضاء الزبير اليوم يتسع إلى ما يقارب 800 ألف إلى 900 ألف شخص، هجرة العكسية من قبل باقي المحافظات اللي هي الناصرية، ديقار والمثنى والميسان إلى قضاء الزبير، لكون قضاء الزبير قضاء يحتوي على فرصة عمل من قبل الشركات النفطية ومن قبل الميناء والآخرين. أصبح اليوم هجرة إلى هذا القضاء، مما أدى إلى توسع خارج النطاق المحددة والمحددات اللي يشير إلها دائرة إحصاء البصرة. العمل اليوم ملف التنظيفات إحنا وصلنا إلى مرحلة يعني 50-60% من ملف التنظيفات، والعمل جاري على زيادة هذه النسبة إلى أن نصل إلى الرقم المحدد بالنسبة المثلى لتنظيف القضاء اللي هي 85%. أنتم لابد أن تعلمون والمواطن يعلم أن مديرية بلدية الزبير هي ليست ملف تنظيفات فقط. اليوم مديرية بلدية الزبير هي الآلية التي تقع في عاتقها ومسؤوليتها تنظيم القضاء بكل ملامح القضاء. قبل أن نتناول هذا الموضوع، كم ينتج يوميا نفايات اليوم فقط أعمال الكابسات؟ لأن يعني إحنا اليوم بلدية الزبير عندها محطة وسطية، فالأرقام اللي نعطيها راح نكون ملتزمين بها لأوزان موجودة. احنا نطلع بحدود 350 طن يوميا من بلديه الزبير للوجبتين مسائي. احنا عندنا شغل ثلاث انظمه، الشفت الصباحي اللي من الستة للساعة بالوحده، والشفت المسائي اللي يبدا من الساعه بالوحده الى الساعه بالأربعة، هذا فقط الى قطاع السوق، ويبدا الشفت الثالث اللي هو من الأربعة للساعه 11. 350 طن فقط نفايات قابله للزياده، فقط نفايات بدون كمية أنقاض. إذا أجي إلى أحس كمية الأنقاض أصل إلى معدل 450-500 طن يومياً. وين تلقى هذه؟ عندنا محطة وسطية يجمع بها، وراء المحطة الوسطية عندنا آليات تنقل من المحطة الوسطية إلى موقع التمر في جويبدة. الموقع التمر ما جويبدة مو أصولي، مو نظامي 100%. إن شاء الله عملية مباشرة بعملية استملاك 100 دونم، هذا ال 100 دونم راح يصير التمر الصحي النظامي إلى بلدية الزبير، خاص لبلدية الزبير، فقط إلى بلدية الزبير. عدد آليات الحمد لله مستوفين إلى نسبة 70% آلياتنا مع البلدية، عمالنا مستوفين العدد الحمد لله والشكر، يعني ظل ما عندنا مشكلة، إنه بس مشكلة ثقافة ناسنا الموجودين في قضاء الزبير حتى نصل إلى قضاء أنظف ومدينة أنظف. نعم، عندكم حملة تسجيل والزراعة، احنا جاي نعيش عواصف ترابية. خلال هاي الحملة اللي صارت لنا والعواصف الترابية الانذار من رب العالمين بأن احنا وصلنا إلى مرحلة التصرحر بهذا المبدأ، بلدية الزبير تمتلك مشاتل ما يقارب 4-5 مشاتل تحتوي على مجموعة من الظلات البلاستيكية في داخلها، معدل الانتاج بها كل جيد بالنسبة للأشجار المقاومة الدائمية وليس أوراد الزينة. لابد أن يعرف المواطن أكو زينة تطلع ورد الزينة يطلع خلال موسمي، هذا احنا ما نتكلم عنه، نتكلم عن الأشجار الدائمية. اليوم باشرنا بأول وجبة توزع إلى المواطن، كل مواطن من قضاء الزبير إلى حق أن يجي يستلم شتلة من داخل مشتل بلدية الزبير مجانا، يزرع هاي الشتلة في باب مسكنه في داخل حديقته. المهم الفكرة أن نوصل إلى مرحلة أن نوزع 100,000 شتلة خلال هذا الموسم. هاي 100,000 شتلة مختلف الشتلات الموجودة بإنتاج حصريا من بلديتنا في مشاتلنا، ما مشترينا من الأسواق ونطيلات. هذا الجهد هسه بدأ في مرحلة 100,000، إحنا في نيتنا أن نوصل أن كل شخص في قضاء الزبير يأخذ له شتلة حسب القواطع والأقسام اللي متواجد بها المنطقة يستلم. لا، يجي راجع المشتل الموجود الرئيسي الموجود عندنا يجي يستلم الشتلة. احنا بالوقت الحاضر ما نقدر نحمل بآلياتنا ونفتر، اذا حملنا بآلياتنا ونفتر راح يصير بيها نوع من
خاطر شخص او الاخر. احنا اشتغلنا بهذا النهج، ردنا اليوم المواطن الشغله اللي توصل له سهله الباب بيته يهملها، اللي يتعب عليها يحس لها قيمه. فاحنا تمنينا ان المواطن هم يجي، هم يطلع على الزراعه، هم يعرف، هم اكو مهندس زراعي يقدر يساله يقول له هاي الشتله من راح ازرعها شنو تحتاج؟ تحتاج تربه، تحتاج بتموس، تحتاج ماي سقي، لان انا ما اريد ازرع بس ويموت، اريد ازرع يكون يعيش. انا هاي المئة الف اذا اضمن هالسنه بعون الله 30% او 40%، انا حققت 40 الف شتله نزد الشجره في قضاء الزبير. نفس الوقت انطلقتوا انتم ميدانيين بالشارع؟ احنا ميدانيين منطلقين، احنا هذا جهود البلديه في عمليه اعاده المناطق الخضراء موجوده. عندنا حزام اخضر في منطقه طلحه، شركه النفط ساهمت بان تسوي لنا حزام اخضر. حزام اخضر راح يصير منطقه ترفيهيه كامله للعالم، دخول مجانا. بلدية الزبير تمتلك حدود 7 أو 8 حدائق جبارة. ممكن ما تقضي عليه هذا الحزام الأخضر بطلحة مع تعاون شركة النفط؟ نعم، قدموا شركة النفط قبل كم يوم اتصال هاتفي عن طريق أحد موظفين المحافظة مسؤول الخدمات محمد رعد، قال شركة النفط تريد تسوي هيك مشروع خضراء حلو، فعندكم مساحات، رفعنا لهم. احنا قلنا لهم عمي عندنا هاي الأرض تابعة إلى بلدية الزبير، نتمنى أن تصير منطقة خضراء، هي بالتصميم الأساس خضراء، بس تعرف مكانية البلدية ما توصل إلى 67 65 دونم يعني مساحة، بالإضافة إلى أردن يسوون غابة في قضاء الزبير، هاي الغابة راح تطلع خارج حدود بلدية الزبير، أكو منطقة هسه متفقين عليها من وزارة المالية أن تكون غابة، فتراها سوف تعاد شجرة الأثل وتعاد شجرة القلم طوز اللي بتسميتنا الكينو كابر، العفو القلم طوز العفو. راح تنزل بصوره صحيحه الى القضاء وترجع نشوف الشجره موجوده في شوارع قضاء الزبير. ولا تنسون احنا عندنا اليوم مشروع بنى التحتيه المرحله الثانيه اللي ماخذتها شركه النرجس، من ضمن واجباتها راح اصمم لنا حدائق في تصاميم حلوه، وان شاء الله في الايام المقبله سوف نشهد غطاء اخضر في شوارع قضاء الزبير. نعم تحول الى قطع الاراضي مقاطعه طلحه. نعم مقاطعه طلحه احنا عندنا بحدود 3000 قطعه، العمل جاري عليها، وهسه بالوقت الحاضر احنا مستحصلين بين 1000 الى 1200 قطعه كسند، والباقي مستمر العمل بها، لان هاي طلحه اكو بها قطع تابعه لوزاره الماليه لابد ان تستملك. كل الجهات جاي تعمل من دعم من سيد المحافظ ومن قبل التسجيل العقاري مال الزبير ومن قبل وزاره الماليه اللي اراضي التابعه لها، كلهم جاي يشتغلون على ان يعيدون ملكيتها الى بلديه الزبير وتخصص للشرائح التي سوف يتم التوزيع لها حسب موافقة السيد المحافظ. ما يقال معدل الزمن ايش قد تاخذ؟ والله احنا العمل جاري، بس تعرف انت معاملات بين دوائر الدولة تطول. احنا نقول نأمل ان خلال 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر تنتهي موضوع الملف هذا. نعم. استاذ ننتقل الى مشروع مجسر الخطوة اللي هو مراحل الاخيرة. نعم. حاليا ما هتجي، ليش متوقف؟ مشروع الخطوة المتبقي به اعمال الزراعة. اعمال الزراعة تتطلب اليوم كمية ماي مهولة. اليوم الآبار الموجودة دائر ما دائر مجمع الخطوة ومجسر الخطوة آبار نسبة TDS الأملاح مالتها كلش عالية، لا نستطيع أن نسقي النباتات من هذه المياه. أصبح مجمع الخطوة بين مناطق أثرية يمنى ويسرى، هاي المناطق الأثرية ما يسمحون أن نحفر بها آبار، فلجأنا إلى مكان ثاني نحدد لآبار يكون بنسبة الماي المالح مالتها TDS قليلة، والعمل بطيء من قبل الشركة، وتم توجيه الشركة أكثر من كتاب رسمي، ولكن مع الأسف الشركة يعني متلكئة بالعمل مالتها. أستاذ أكو يصير بعض الأحيان تلكئة أيام العطل والجمعة لرفع النفايات. نعم. وصلتوا إلى حل هاي المشكلة؟ والله هاي مشكلة من قرروا، مشكلة قرروا إنه تكون الأجور يومية عقود. العقد قام يتمتع حسب قرار 67 بين يمنح جائز خلال الجمعة والسبت، حالة حال الموظف الدائم. هذا سوالنا يعني إرباك بعملية التنظيفات. جمعة وسبت تصير كمية النفايات أكثر، لأن يعني أغلبية العالم قاعدة ببيوته، فتؤدي إلى أن صرف للنفايات أكثر. تمت المعالجة بمرحلة تعويضية بأن نخلي العامل أحد هذه الأيام ما يداوم، وداوم الجمعة والسبت تعويضية. السيد المحافظ ومدير بلديات شاكرين إنهم أعطونا ساعات إضافية إلى بعض العاملين العقود. هاي الساعات ما توفي أعمال الموجودة ببلدية الزبير، ولكن نأمل مستقبلا إن شاء الله من تنقرر الموازنة راح يعطونا تخصيص أكبر، يصير كل موظفين البلديات العقود يشملون بالساعات الإضافية في ملف التنظيف حصريا.
وعليه يمنحون ساعات اضافيه يصير العمل تعالج هاي المشكله. نعم اليوم احنا من طريق اذاعتكم نامل من مواطننا الحذر من الحمى النزفيه. اليوم بلديه الزبير توجه توجيه ونداء واستغاثه التحذر من هذه الحمى، خصنا بما فيه الكفايه من اهلنا وناسنا، لا نستطيع الخساره بعد اكثر واكثر. شنو مطلوب المواطن؟ المواطن التحذر من كميه الدم اللي خاصه الجزر العشوائي. بلديه الزبير قامت بمشروع اعداد مجزره عصريه، واحنا اليوم صار لها تقريبا شهرين تشتغل خلال 60 يوم، سيتم اكمالها خلال السنه القادمه ان شاء الله، قريب الى نهايه طلحه قريب الى الناظم. هذه راح تصير مجزره عصريه الى قضاء الزبير بسعه تقريبا 1000 راس غنم و100 راس ابقار، ويلزم الجزر فيها. بعد نهاية هذا الموضوع راح يلزم كل الجزارين الموجودين في قضاء الزبير بالجزر في هذه المجزرة. تم حملات لأكثر من حملة بتوعية الجزارين وتوعية المواطن، وسوف يتم خلال الأسبوع المقبل حملة أضخم. نعم. لليوم يعني إحنا شوي الجزار ما يقول لك إحنا على باب الله، وهذا يعني راح يصير بيها شوي جهود مشتركة من قبل الأعضاء وبقيادة السيد قي مقام القضاء بالدرجة الأولى. أستاذ عفو، سؤال أخير، بما أن إحنا مقبلين على مشروع المرحلة الأولى مرحلة ثانية مستمرة، توقفتوا عن عملية تصحيح ترقيع الشوارع؟ ترقيع الشوارع إحنا ما نتوقف عنها. نعم. ترقيع الشوارع مستمرة لأن هذا واجب البلدية. وعندكم معمل أسفلت خاص؟ نعم، عندنا معمل أسفلت وعندنا آليات وعندنا كوادر وكل شيء متوفر عندنا. نعم. ما عدا مواد الأولية الميزانية، هسه عدم قرار الموازنة خلانا يعني نتقيد، لكون سابقا وزارة النفط تعطينا بالآجل، هسه وزارة النفط كلها تعطينا نقد ما تقبل بالآجل، ميزانية ما مقررة، تلكأنا بهذا الموضوع. ولكن من تنقر الموازنة راح يصير العمل. عندنا بعض المواد الأولية يمكن ترقيعها، ترقيع الشوارع، وسيتم يعني الأيام المقبلة كوادرنا تنزل وترقع وحدة صيانة الطرق، ترقع المشاريع الموجودة.